باب التقديم لمدرسة الضبعة النووية اتفتح للمرة دي، رابع دفعة، والحقيقة انها يعني مدرسة مهمة جدا بتعد شباب بتعليم مختلف علشان يروحوا يطعموا، عفوا يروحوا ي مش يطعموا يتعلموا 5 سنين ويشتغلوا فنيين في محطة الضبعة النووية. مين معانا؟ طيب معانا استاذ عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح. استاذ عاطف مساء الخير. مساء الخير يا فندم، بالصحة. اهلا بيك. يعني كلمني عن مدرسة الضبعة دي، رابع دفعة للمدرسة تقدم مش كده؟ دي الخامسة، دي الدفعة الخامسة. دي الدفعة الخامسة. طبعا هي دي مدرسة من مدارس التعليم الفني المتطور في وزارة التربية والتعليم، بيقوم باختيار طلاب حاصلين على مجموع اعلى الدرجات، بيعمل لهم اختبارات شخصيه وفنيه وعلميه للتاكد من اختيار 60 طالب محدد للكريت في هذا العام. وزاره التربيه والتعليم هذا العام فتحت موقع الكتروني، التقديم من 24/7 الى 31/7 الفتره ديت. لازم الطالب يكون حاصل على 260 درجة من الفيشات العادية، وفي شرط كمان مهم قوي، يكون حاصل على 152 درجة في مجموع الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. دي درجات عالية يعني يا استاذ عاطف. لا مش اي طالب بيخش، اي بنسبة 95% من هذه المجموعة. اللي بيتعمل له طالب بيروح الإدارة التعليمية، بيسجل على الإلكتروني، بيسحب الاستمارة، بيروح بنك الأهلي أو بنك مصر أو البريد المصري، بيدفع الاستماره ب 100 جنيه ويروح بعد كده ياخد الاستماره ديت يختمها من الاداره التعليميه ويقدم في المديريه التربيه والتعليم. بعد كده بيتعمل له اختبار الكتروني. اختبار بيبقى عباره اختبار شخصيه، اختبار معلومات عامه، اختبار انجليزي، اختبار علوم، اختبار على اعلى المستويات، اختبار رياضيات عشان يؤهل لدخول المدرسه.